وسط مخاوف من تنفيذه لهجوم إرهابي في فرنسا، اعتقلت الشرطة الفرنسية نرويجيا ينتمي إلى النازيين الجدد. وزارة الداخلية الفرنسية أكدت خبر اعتقال كريستيان فيكيرينس وزوجته التي كانت قد اشترت مؤخرا 4 بنادق في منطقة سالون لاتور وسط فرنسا. وانتقل فيكيرينس وعائلته إلى فرنسا بعد خروجه من السجن في النرويج، حيث أدين بقتل زميله الموسيقي. المقيمون بجوار فيكيرينس لم يكن لديهم أي معلومات عن هذه العائلة. ما أعرفه أنه شخص مرتبط جدا بأولاده وهو موسيقي، ولكننا لا نعرف عنه الكثير، فهو منعزل بعض الشيء. أحيانا كنت أسمع صوت الموسيقى من منزله ولم أرى أي شيء غير عادي على الإطلاق. السلطات الفرنسية كانت قد أكدت صلة فيكيرينس بأندرياس بريفيك منفذ هجمات أوسلو عام 2011، وأشارت إلى أن كريستيان فيكيرينس كان اسمه موجودا على قائمة من راسلهم بريفيك.